يعني علشان ما نقعدش كتير قوي في الاي ام وما نلحقش الاف ام كويس، فهنشرح مسألة بس كده هي مبدأ هنبدأ بيها هي اللي مهمة، اوكي؟ وبعد كده ممكن نبقى نكمل الجزء بتاع الاي ام في الشيت بعدين يعني. طيب، فمسألة 8 بتقول لك ايه؟ مسألة 8 بيقول لك sinusoidal message signal، تمام؟ إيه لو حد معاه شيت على الموبايل ولا حاجه يعني يفتحه. sinusoidal message signal whose frequency is limited to 1000 هرتز. ماشي، بيقول لك ان انا عندي ام اف تي الفريكونسي بتاعها 1 كيلو هرتز موديليتد ذا كارير سي تي 10 اس 3 كوزاين 2 5 سي تي. ماشي، بيقول لك ان الكارير بتاعي 10 اس ناقص 3 كوزاين اوميجا سي تي. The modulation scheme is conventional AM double side band large carrier. اوكي، احنا كل المسائل اللي احنا حلناها لغايه دلوقتي كانت على suppressed carrier المره اللي فاتت، تمام؟ فدلوقتي بقى large carrier، بيقول لك ان انا double side band large carrier والميو بتاعتي نص، تمام؟ هو طبعا مدي لك ان هي ال ام اف تي دي sinusoidal. طيب يا شباب، يلا بقى نعمل المساله دي مع بعض. فالمفروض ان هو بيقول لك ان انا عندي دبل سايد باند لارج كارير، اوكي، وان انا مدخل له المسج بتاعتي ساينوسويدال وليها اف ام 1 كيلو، ويعني الامبليتيود بتاعها خلاص مش مديهولك، السي اوف تي مديهولك 10 اس ناقص 3 كوزاين اوميجا سي تي، وبيقول لك ان الميو الموديليشن اندكس بنص، تمام؟ بدل ما يدي لك الاي ام والكي اي يعني ادى لك الموديليشن اندكس على بعض بنص، تمام؟ وقايل لك ان ان نوت على 2 ب 10 اس نيجاتيف 12. طيب، يبقى احنا دلوقتي ايه المساله دي فيها ايه؟ فيها حاجتين، فيها ان انا دلوقتي دبل سايد باند لارج كارير بس مع كويرنت ديتكشن. احنا اللي احنا درسناه كان دبل سايد باند لارج كارير مع انفلوب ديتكشن، هو ده اللي احنا طلعنا له السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت وفي التشانل وفي جراف نت. انما ده هيبقى مع كويرنت ديتكشن زي ما احنا شايفين، هو قايل لك راسم لك يعني الديموديليشن ده في المساله باك باس وكويرنت، بس قايل لك ان انا هضرب هنا في 2 كوزاين اوميجا سي تي بدل كوزاين واحده يعني. طيب، وبعد كده الاختلاف الثاني ان هو قايل لك ان الفلتر، تمام، اللي هو الباند باس فلتر ده اللي انا معدي عليه، تمام، قايل لك ان هو مش ايديال. ماشي، قايل لك ان هو مش ايديال. امال ايه؟ زي ما احنا شايفين كده. ماشي، بدل ما يبقى ايديال، ماشي، لا هو واخد الشكل اللي هو ترابيزويد ده، اوكي؟ يعني الناحيتين النهايات بتاعه الباك باس فلتر ده مش شارب، لا ايه؟ واخده سلوب كده. طيب، عايزين ايه بقى في المساله؟ اول حاجه قايل لك انا عايزك تجيب السيجنال باور والنويز باور في الاوتبوت، وعايزك تجيب الاوتبوت بس النار. ماشي، انت هتجيب السيجنال باور والنويز باور فتعرف تجيب منهم الاوتبوت سيجنال نويز، تمام؟ طيب، سوري، ده هو اول مطلوب، ده بيقول لك ادي اوتبوت اوف ذا نويز ليميتنج فلتر، تمام؟ يعني عايز تجيب السيجنال باور والنويز باور هنا، وبعد كده عايزك تجيب السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت. طيب، فاحنا عندنا بقى كده عايزين نعمل اناليسيس للمساله. هو الاول ده دبل سايد باند لارج كارير، فالاس دي هتبقى عامله ازاي؟ المفروض ان هي اي سي في 1 بلس كي اي، ماشي، ام اوف تي كوزاين اوميجا سي تي. كي اي في ام اوف تي، لو احنا كنا لو احنا دلوقتي المسج بتاعتي ساينوسويدا اللي هي اي ام كوزاين اوميجا ام تي، هتبقى ايه؟ ماشي، هيبقى الشكل ده. كنا بنعمله ايه؟ كنا بنقول ان هو بيساوي اي سي في 1 بلس ميو كوزاين اوميجا ام تي، كل ده مضروب في كوزاين اوميجا سي تي، صح؟ ماشي، يعني كوزاين اوميجا ام تي دي اللي هي عشان يعني اللي هي المسج، والاي ام في الكي اي هي الميو اللي هي قلنا عليها بنص. طيب، بعد كده المفروض ان احنا هنعديها على كوهيرنت ديتكشن اللي هو هنضربه في كوزاين اوميجا سي تي. فاحنا اتفقنا ان احنا هنكون قايلين ان الاكس اوف تي، ماشي، دي بنسميها بعد باس بعد الباند باس فلتر، اكس اوف تي، ماشي، هتبقى بتساوي اس اوف تي بلس ان اوف تي، وهنضربها في الكوزاين، فيبقى في اوف تي دي هتبقى بتساوي هنا لما تيجي تضرب هيبقى اي سي في 1 بلس ميو دي، يعني لو هنضرب ونفلتر مع بعض، لو هنضرب ونعدي على اللو باس فلتر مع بعض زي ما بنعمل على طول، ماشي، فهتيجي هنا دي ان اي كوزاين ماينس ان كيو كوزاين، اوكي؟ فانت لما هتيجي تضرب الكلام ده في كوزاين اوميجا سي تي، فهتلاقي ان الترم الاولاني ده هيبقى كوزاين سكوير
ماشي، احنا هنضربه في 2 كوزاين، ماشي هنضربه هنا في 2 كوزاين مش في كوزاين، ماشي وصلنا لنا هنا في 2. طيب فالنص يعني هيروح مع الاثنين دي، ماشي، وانت في الاخر هيبقى عندك كوزاين سكوير، هتروح عند الاثنين اف سي هتتفلتر ويتفضل لنا هو الامبليتيود ده، فيبقى اي سي 1 بلس ميو كوزاين اوميجا ام تي، ماشي، لان اي نفس الكلام برضه مضروبه في كوزاين، ماشي، بعد كده هتتضرب في 2 كوزاين فيبقى 2 كوزاين سكوير، فيتفضل لك برضه ال ان اي، وبعد كده الترم بتاع ال ان كيو ده هيطير، صح؟ ماشي، يبقى احنا نفس الكلام زي ما بنعمله في الايه؟ زي ما بنعمله قبل كده في الـ في الـ في الـ في الكويرنت ديتكشن مع الدبل سايد باند سبريسد كاري. طيب جميل، نيجي بقى نشوف المطاليل اللي عندنا، يعني هي هتفرق اللي هو الواي اف تي بقت هنا كده. هو في الاول كان طالب منك ان انت قبل الكويرنت عند الاكس اوف تي دي تجيب له السيجنال باور والنويز باور، تمام؟ هي السيجنال باور هتبقى الموديليتد باور، يعني احنا هنقول ماشي افتر اول مطلوب افتر باند باس فلتر عايزين نجيب السيجنال باور، تمام، اللي هي هتبقى الموديليتد سيجنال باور، موديليتد سيجنال باور هتبقى كام يا جماعه؟ ماشي، اللي هو بتاعه الدبل سايد باند لارج كارير العاديه تبقى اي سي سكوير على 2 1 بلس. هنا بقى يعني المفروض ان احنا كنا على طول بنعوض بنقول كي اي سكوير دي بي، تمام، على اساس ان هي كان عندنا المسج دي حاجه مجهوله، انما هنا عندنا المسج دي معروفه، ماشي، هي السنجل تون، تمام، عند الفريكونسي اللي هي اسمها 1000 هرتز، اوكي. طيب فهتقوم قايل ان هي الاس اوف تي دي ممكن ان احنا نعبر عنها، خليني يعني اكتبها الاول بالتفصيل كده، ماشي، هنقول الاس اوف تي دي ممكن نقول ان هي 10 ناقص 3 اللي هي الاي سي دي 10 ناقص 3 في كوزاين اوميجا سي تي بلس، ماشي، الميو اللي هي نص في 10 ناقص 3 كوزاين اوميجا ام تي كوزاين اوميجا سي تي. دي المفروض ان احنا علشان يعني ما نتلخبطش فيها كنا بنرسل لها الفريكوانس سبيكترم بتاعها بسرعه كده علشان نعرف نجيب الباور بتاعت اتش كومبوننت سريعا كده، ماشي. فانت عايز ترسم باور سبيكترم هنا مع الفريكوانسي، فانت عندك 10 اس ناقص 3 دي، ماشي، مضروبه في الكوزاين عند اف سي ونيجاتيف اف سي، وبعد كده عند اف سي بلس اف ام وماينس اف ام هيبقى 10 اس ناقص 3 على 8 بقى، صح؟ يعني انت عندك هنا 10 اس ناقص 3 مضروبه في نص، اوكي، وبعد كده مضروبه في كوزاين اوميجا سي في كوزاين اوميجا ام، فالكوزاينتين دول اللي هم كانوا بيبقى الكوزاين المجموع والفرق نص، يعني كوزاين المجموع والفرق، صح؟ تمام، فنص مع نص بربع، وبعد كده عشان الكوزاين فهيبقى كمان نص، فيبقى احنا هنا يبقى عندنا 10 اس ناقص 3 على 8 في كل كومبوننت هنا، اوكي. طيب وعايزين نجيب بقى الباور بتاع الكلام ده كله، فالموديليتد سيجنال باور في الاخر هتبقى بتساوي مجموع الكومبوننتس دي، ماشي، مع بعض كده، فيبقى 10 اس ناقص 3 على 4 في 2 زائد 10 اس ناقص 3 على، ماشي، يعني 64 بقى في 4، ماشي، يعني هنقول ان هي ماشي ده كله بقى ايه هيدي لك كام؟ ماشي، هتبقى 10 اس ناقص 3 سكويرد طبعا دي 10 اس ناقص 3 سكويرد على 2 زائد هي ايه؟ 10 اس ناقص 3 سكويرد على 6
اوكي تمام يا جماعه. فدي موديليتد سيجنال باور، الكلام اللي احنا كنا عارفينه قبل كده، بس ايه راجعين عليه بسرعه. لو انت عندك سنجل تون، طيب ال طبعا في ناس ممكن تجيبها من غير الباور سبيكترم ده، بس احنا رسمناها عشان السهوله يعني. طيب بعد كده لو عايز تجيب بقى النويز باور، فهي الفكره ان احنا الفلتر عندنا هو المنظر ده. فانت بدل ما كنت بتيجي تجيب النويز باور طبعا اللي هي هيبقى ان نوت على 2 ماشي كده، دي الوايت نويز مضروبه في الاتش اف اللي عندك ده، اوكي؟ فهيطلع لك ايه؟ هيطلع لك المنظر ده هو هو بس ان نوت على 2. سوري بس مش شرط فلتر، يعني الاتش اوف اف دي ماشي هي كانت واحد في الحتت دي، وبرضك ده كده اللي هو 2 كيلو زي ما هو عامله لك، وكل الكلام زي ما هو. طيب الكلام ده ماشي، الكلام ده ليه خد امبليتيود ان نوت على 2؟ عشان انت لو بصيت هتلاقي الاتش اف هو مدي لك امبليتيود واحد، تمام؟ طيب لو كان مدي لك الاتش اف ده بامبليتيود معين ماشي كنت هتضرب فيه سكوير عشان هيبقى باور، فاهمين حاجه؟ يعني انا هنا المفروض ان انا بضرب ان نوت على 2 بضربها في الفلتر ماشي، فهو هنا مدي لك الامبليتيود بتاع الفلتر واحد، تمام؟ انما لو كان مدي لك الامبليتيود ب 5 مثلا، فانت كنت هتضرب الان نوت على 2 دي في 25 اللي هي اتش اف سكوير، على اساس ان هي الان نوت على 2 دي باور، اوكي؟ نعم. طيب فعايز بقى تجيب الاريا بس بتاع الكلام ده، ما هي هو ده الاختلاف، ان النويز باور بدل ما كنا بنقول ان هي على طول ان نوت على 2 في 4 دبليو 2 دبليو ان نوت ماشي، لا هنا بقى هيبقى نفس الاريا دي بس مجموعه عليها الاريا بتاعت المثلثات، تمام؟ هيبقى النويز باور هتبقى بتساوي ماشي ان نوت على 2 في 2 كي في 2 ماشي علشان هما الناحيتين يعني، وبعد كده بلس ماشي ممكن نخلي في 2 دي بره بلس 2 في نص في ان نوت على 2 في كام؟ النص كيلو اللي هو عامله لك ده، كل ده هيتضرب في 2، تمام؟ هيبقى احنا حسبنا الاريا بتاعت الاثنين دول، ده كده جبنا النويز باور. فده كان اول مطلوب ان احنا نجيب السيجنال باور والنويز باور بعد الباند باس فلتر. طيب تاني مطلوب بقى ان انا عايز اجيب السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت، اوكي؟ هنجيب ازاي الاس ان ار في الاوتبوت؟ عايز تجيب المسج سيجنال بعد الديموديليشن بقى، وبرده النويز باور. طيب فالديموديليتد سيجنال هي اللي احنا عملناها هنا دي، تمام؟ اللي هي الواي اف تي، اوكي؟ هي دي الديموديليتد افتر ديموديليشن، دي عايزين نجيب لها الباور، اوكي؟ لما دي تجيب الباور بس، هو المفروض ان هو هنا مش قايل لك ان الديموديليشن سكيم ده في دي سي ليميتر، اوكي؟ بس انت المفروض يعني عارف ان اي لارج كارير، اي دبل سايد باند لارج كارير انا بعمل بعد ما اعمل لها ديموديليشن انا بشيل الدي سي، اوكي؟ يعني اكيد انت كده الديموديليشن بتاعك ما خلصش، انت لازم هتشيل التيرم بتاع الدي سي ده، اوكي؟ اللي عايز اقوله يعني ان احنا لما هنيجي نجيب الديموديليتد سيجنال باور، تمام؟ لما اجي اجيب الديموديليتد سيجنال باور هجيبها ماشي من غير التيرم بتاع الدي سي. فمثلا ممكن نقول ان اكتر دي سي ليمتر هتبقى واي تي بيساوي ماشي اي سي في ميو كوزاين اوميجا سي تي اوميجا ام تي بلس الان اي، اوكي؟ وهتبقى هي دي كده السيجنال باور، وهي دي كده النويز باور. عشان بس ما ايه ما تجوش وانتوا بتذاكروا يعني تشوفوا الدي سي ده اتشال ليه، هو هنا مش قايل لك فعلا في الديموديليشن سكيم ان انا بشيل دي ان انا بشيل الدي سي، بس احنا ممكن كده ايه نزوده من عندنا، لان هو ماشي لان هو طبيعي ان انت اي لارج كارير انت هتشيل منها الدي سي في الاخر، يعني مش معقوله وانت بتاخد السيجنال باور هتاخد معاها كمان الامبليتيود بتاع الكارير، اوكي؟ طيب فهتلاقي ان السيجنال باور ماشي انت خلاص عارفها، هو مدي لك الاي سي بكام ومدي لك النيو بكام، فهيبقى السيجنال باور هي اي سي نيو سكوير على 2 وهي 10 اس ناقص 3 في نص سكوير على 2. طيب بعد كده عايزين نجيب النويز باور ماشي، فالنويز باور بقى هي ايه؟ ماشي ممكن بس عشان ايه انا بكتب ماشي، هي النويز باور هي بتاعت ال ان اي تي صح؟ ماشي النويز باور هي ان اي تي،
طيب احنا عايزين نجيب الباور بتاعت ال ام اي، هتقول لي الباور بتاعت ال ام اي برضو انا المفروض عارفها ماشي، ان هي دبليو ال نود. اقول لك ده لو كان عندنا شارب فلتر، فهو هنا عشان الفلتر بس مختلف، فبرضو لما هتيجي تجيب الباور بتاعت ال ام اي هتعملها بالترانزيشنز اللي هي فيها سلوب دي. اوكي يعني هنا هنجيب ماشي نويز باور اكتر بقى دي موديليشن برضو تكملها على الجزء اللي هناك ده ماشي، هي بتاعت ال ام اي ماشي اللي هي شكلها عامل ازاي بقى، هتبقى ان نوت بالمنظر ده ماشي، ولكن دي هي اللي هي 1.5 كيلو وده 1 كيلو المنظر ده. فلما هتيجي تجيب الباور بقى هنا ماشي هتجمع برضه نفس الكلام، فهيبقى هتبقى بتساوي الاريا بتاعت التراينجل ده اللي هو ان نوت 2 كيلو بلس 2.5 في النص في الايه؟ في ان نوت. فهي دي هتبقى ايه؟ هتبقى التوتال نويز باور. اوكي تمام يا جماعه ماشي مفهوم كده. بعد ما تقوم قايل ان الاس ان ار في الاوتبوت هي بيساوي السيجنال باور اللي احنا جبناه هناك على النويز باور، تبقوا كملوا انتوا الارقام يعني مش مشكله. طيب في بس حاجه هنا كنا عايزين نقولها ملحوظه، كنا يعني قلنا ان احنا هنقولها السكشن اللي فات، اللي هي ايه؟ النويز باور دي هل ممكن اجيبها بطريقه ثانيه؟ يعني هل وانا بجيب السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت ممكن امشي بابروتش ثاني؟ اوكي؟ قال لك ان في ناس بتمشي بابروتش ثاني عشان تجيب السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت وبتوصل فعلا ماشي. ايه هي؟ ان انت السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت دي عايز السيجنال باور، الدي موديليتد سيجنال باور والنويز باور. الدي موديليتد سيجنال باور هتجيبها بالطريقه العاديه اللي هي بتاعت الدي موديليشن، هتقوم شايف الاس اف تي بتاعتك بكام وتضربها في يعني تدخلها على الدي موديليتور ايا كان، هنا اصلا ضربناها في الكوزاين وبعد كده عدناها على الفلتر مش اكتر من كده. طيب النويز باور بقى احنا المفروض ان احنا بنقوم ماسكين النويز اللي داخله على الدي موديليتور اللي هي الان اف تي ماشي، الدي موديليتور ده داخل عليه ان اف تي وبنبتدي ان احنا نمشي معاها واحده واحده تمام، وفي الاخر بنوصل للنويز باور افتر دي موديليشن هتبقى عامله ازاي ان ترمز اوف النويز اللي داخل على الدي موديليتور. بمعنى يعني النويز اللي داخل على الدي موديليتور هي كانت الان اف تي اللي هي ان اي كوساين ماينس ان كيو ساين، صح؟ دي النويز اللي داخله على الدي موديليتور تمام. انا بمشي معاها في الايكويشنز واحده واحده زي ما عملت هنا، انا بحسب الواي اف تي وفي الاخر بوصل ان انا مثلا النويز باور هنا هي الان اي اف تي، الان اي اف تي دي اللي هي الان فيز تيرم بتاع النويز وهي داخله على الدي موديليتور تمام. عشان كده انا في الاخر بجيبها من ال ان اي اللي انا عارفها اللي هي داخله على الدي موديليتور تمام. طيب فبوصل بالايكويشنز للنويز بعد الدي موديليتور هي ايه ان ترمز اوف النويز اللي داخله على الدي موديليتور. الحل الثاني ان احنا نمشي مع يعني نشوف النويز اللي داخله على الدي موديليتور دي ونشوفها بالرسومات في السبيكترم يعني ايه اللي هيحصل لها اكروس الدي موديليتور تمام، ونجيب شكل النويز فعلا بعد الدي موديليتور. اوكي طيب فالكلام ده هعمله ازاي؟ ان انت هنا مثلا عارف ان ال ان اوف تي اللي داخله لك على الدي موديليتور هي بالشكل ده، صح؟ ماشي دي ال ان اوف تي اللي عندك حوالين الاف سي والنيجاتيف اف سي، بعد كده انت المفروض هتضربها في كوزاين واخده امبليتيود كام؟ ماشي واخده امبليتيود ان نوت على 2، المفروض ان انت هتضربها في كوزاين او في 2 كوزاين. اوكي فلما تضربها في 2 كوزاين هتيجي ايه تروح عند الزيرو فريكوانسي من غير ما الامبليتيود بتاعها هيتغير، فتلاقي اللي هي يعني انا ارسمها كده في النص عشان اشوف ازاي. تمام فلما هتيجي تضربها في 2 كوزاين اوميجا سي تي فتلاقي ان هي راحت عند 2 اف سي، صح؟ وعند الزيرو ما كلهم بنفس الامبليتيود وعند النيجاتيف 2 اف سي ماشي، وكل ده بامبليتيود ان نوت على 2 عشان انا ضارب يعني ايه في 2 كوزاين. اوكي طيب فال هنا هيبقى ان نوت على 2 في النص هيبقى ان نوت على اساس ان هما الاثنين هيتجمعوا
يبقى هنا ان نوت وهنا ان نوت على 2 وهنا ان نوت على 2. اوكي طيب بعد كده اللو باس فلتر هتقوم واخد الحته دي بس ماشي، ده الترم بتاع اللو باس فلتر، فهيتفضل لك الجزء ده بس اللي هو حوالين الان نوت ماشي، اللي هو نفس الترم بتاع الان اي اللي انا لسه حاسبه من شويه ماشي. فهتيجي تجيب النويز باور هتبقى هي دي ماشي، هتبقى هي دي ذات نفسها. اوكي طيب احنا دلوقتي يعني من الاخر النويز ممكن نجيبها بطريقتين، ممكن نجيبها بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين فيها في السلايدز اللي احنا عملنا بيها اناليسز لكل السكيمز، تفضل ماشي بالايكويشنز وتشوف النويز اللي في الاخر هتطلع لك ايه ماشي. طلعت لك مثلا هنا ان اي فبتجيب الباور بتاعتها عادي، او حاجات تانية ان احنا ممكن نمسك النويز دي ونشوفها الدي موديليتور هيعمل فيها ايه ماشي. هنا مثلا الدي موديليتور كوهيرنت فضربناها في كوزاين 2 كوزاين، وبعد كده قمنا جايين مفلترينها فطلع لي الشكل ده اللي هو ذات نفسه ده. فيبقى دي طريقه ثانيه ان احنا نجيب النويز، ممكن تجيبها كده او ممكن تجيبها في الاناليسيس بالايكويشنز. اوكي طيب احنا المفروض ان احنا فاضل لنا كام مساله كده في ال النويز بعد الريسيفر يعني لا 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 ما انا بفصل بقى يعني هي دي موديليتور لا 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 هي لا 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 السيجنال بس سيجنال بس ايوه هو انت في الاخر طالع لك سيجنال ونويز مع بعض ماشي. احنا عايزين نجيب الريشيو بتاع الدال ده بنجيب بالظبط، احنا بنجيب السيجنال دي نجيب السيجنال لوحدها على النويز لوحدها تمام. طيب المفروض ان احنا فاضل لنا كام مساله كده في الشيت هنا، مساله 5 و6 و7. واول مساله دي كانت يعني عبيطه، المهم ان احنا المسائل دي ممكن نعملها بعد الاف ام بس عشان الاف ام يعني ياخد حقه كده النهارده، فهنشرح الاف ام. اوكي وبعد كده نكمل بعدين نكمل حلقه. انا لسه كده ما خلصتش يعني السبوره دي، بس هو انا ابتديت على لحد ما السبوره كفت وبعد كده نكمل السبوره اللي بعدها. مش كده عايزين كده نطلع وننزل وبتاع هو انت ايه التجارب اللي انت بتعملها في المعمل اصلا؟ المفروض ان احنا ان شاء الله كده غالبا نخلص النويز ده السكشن الجاي الاسبوع اللي جاي، وبعد كده الاسبوع اللي بعده بقى في كويز على الجزء ده. في الجزء بتاع مش قلت لكم اول سكشن ان هيبقى فيه كويز على النويز ماشي، وبعد كده هيبقى فيه بروجكت اللي هو هيتسلم في الاسبوع العاشر. مش كنا قلنا الحاجات دي كلها؟ في دلوقتي في اعمال السنه، اعمال السنه قلنا ان هيبقى فيه كويز بقى على جزء النويز ده تمام، دي حاجه قبل ما نخش في البي سي ام. والحاجه الثانيه قلنا ان هيبقى فيه مشروع زي الترم الاولاني بس مش عايزين نسلمه متاخر زي الترم الاولاني وحصل، فقلنا ان احنا هنسلمه في الاسبوع العاشر اللي هو يعني انتوا الترم هيبقى في الاسبوع الثامن تمام، فهنفوت الاسبوع اللي بعد الترم وهيبقى الاسبوع اللي بعد تسليم البروجكت، بحيث يبقى قبل ما ايه قبل ما تنشغلوا في مشاريع ثانيه مثلا لو في، او وبرضه عشان ما نخشش بقى في قصه ان هي يبقى قبل الفاينل فمدي الاجازه والحوارات دي. اوكي هي الدكتور يعني قالت ان احنا ايه عايزين نخلص اعمال السنه بدري، فهي يبقى تسليم مشروع في الاسبوع العاشر تمام، وهنزله لكم يعني ممكن هو جاهز ممكن انزله لكم على طول وانتم تبقوا تشوفوه وقت ما تحبوا. هو يعني هيبقى داخل فيه راندوم بروسيس والنويز يعني ماشي، احنا لسه ما خلصناش النويز يعني. لا في حاجات تعملوها بايديكم نظري يعني مسائل يعني لا في حاجات كده عشان ما نقعدش في حاجات كده تمام. طيب
روم. طيب كتبته ممكن نشرح يعني. هو المفروض ان احنا الجزء بتاع الاي ام تمام في النويز اناليسيس بتاعته ما كانتش صعبه قوي يعني. هو انت كنت الفكره ان انت بتاخد الموديليتد سيجنال اللي انت عارفها في كل المسائل وكل الموديليشن تكنيك، تاخد الموديليتد سيجنال اللي انت المفروض عارفها من قبل كده وتجمع عليها ان اي كوزاي ماينس ان كيو ساي، وبعد كده تقوم دخلها بقى على الدي موديليتور ايا كان. هو احنا ميجي خدنا 2 دي موديليتورز يعني، اما بتضرب في كوزاين وبعد كده تعمل لوكال سويتر، يا اما الانتروف ديتكشن اللي هو بتربع وتفلتر وبعد كده تاخد سكوير روت. فهم دول اللي احنا الاثنين اللي احنا خدناهم. كنت بتلاقي بقى في المسائل ان هو بيلعب لك شويه في شكل الفلتر تمام، احيانا يدي لك المسج بارقام وهكذا يعني. طيب وقلنا برده في اخر مساله دي قلنا حاجه مفيده جدا، ان احنا النويز عشان نجيبها ممكن ان احنا غير الابروتش اللي انا بقوله ده اللي هو تجمع ان اي والكلام ده، ممكن انك انت تمشي مع ترسم السبيكترم بتاع النويز ده اكروس الدي موديليتور واحده واحده تمام، بس ده ينفع يعني في الكوهيرنت، انما في الانفلوب ديتكشن او اللي هو بتربع والكلام ده تمام احنا مش هتعرف تجيبه من الباور سبيكترم عادي يعني، هو انت لازم تجيبه من الايكويشن. طيب نخش بقى على الانجل موديليشن. الانجل موديليشن اللي هو كان اف ام وبي ام، فاحنا برضه عايزين نجيب له السيجنال تو نويز ريشيو الاوتبوت والشانل. البي ام مش هيبقى فيه مشكله، ماشي سهل ما فيهوش حاجه. المشكله الاساسيه في الاف ام، خلينا نشوف يعني كده. الاول عايزين نسترجع كده الكلام اللي احنا خدناه قبل كده عشان غالبا متنسيين يعني. فالانجل موديليشن ده كنا بنقول ان احنا هنحط الفاريشنز اللي في الكارير نتيجه المسج، الفاريشنز يعني اللي هي بتحمل الانفورميشن بتاعه المسج، هنحطها في الفيز بدل ما كنا بنحطها في الامبليتيود تمام. فيعني انت دلوقتي كان عندك كارير بكونستنت فريكونسي وكونستنت فيز وكونستنت امبليتيود. لما كان عندك، لما كنت في الاي ام كنت بتموديليت الامبليتيود بتاعه على حسب شكل المسج، لما هتبقى في البي ام هتموديليت الفيز، لما في الاف ام هتموديليت الفريكونسي بتاعته على حسب المسج تمام. فيبقى احنا دلوقتي كان عندنا الاس اف تي هي اي سي جنرال يعني، الاس اف تي ماشي صوت صوت هنا. طيب نقول الاس اف تي هي اي سي كوزاين اوميجا سي تي بلس 5 تي اوكي. طيب ولو احنا كنا في الاف ام ماشي، كانت ال 5 تي دي اللي هي موجوده جوه الفيز بتاع الكارير كانت بتتناسب مع انتجريشن المسج، كانت بتبقى بنقول ان هي 2 باي كي اف في انتجريشن المسج، بحيث ان انت الفريكونسي هي انتجريشن الفيز. كان عندنا ريليشن مهمه جدا اللي هي بتقول لك ان الاف بيساوي 1 على 2 باي دي ثيتا باي دي تي، دي حاجه جنرال انفورميشن جنرال ريليشن كده ان هو الفريكونسي هي مشتقه الفيز اوكي. ف كنا بنقول بنخلي الفيز يتناسب مع انتجريشن المسج بحيث الفريكونسي اللي هي مشتقه الفيز تبقى بتتناسب مع المسج اوكي. طيب وفي البي ام كانت الفيز مباشره ال 5 تي هي بتتناسب مع المسج، كنا بنقول ان هي بيساوي كي بي في الام اوف تي اوكي. طيب وبعد كده كنا خدنا الكلام ده وطبقناه على السنجل تون، ماشي كنا طبقناه على السنجل تون وخرجنا من السنجل تون بريليشن عملناها جنراليزيشن. الكلام ده ازاي؟ لو كنا قلنا ان السنجل تون كانت الام اوف تي بتساوي اي ام كوزاين اوميجا ام تي اوكي. طيب فهنا في حاله الاف ام هتبقى الاف بتساوي اف سي بلس كي اف اي ام كوزاين اوميجا ام تي، ماشي ان انت هنا عندك زي ما انت شايف كده الفاي هي 2 باي كي اف في انتجريشن المسج، فلما هتقسم على 2 باي وتعمل ديفرنشيشن هيتفضل لك كي اف في المسج اللي هي كي اف اي ام كوزاين اوميجا ام تي اوكي. يعني انت هنا جيت على الفيز ده اوميجا سي تي اشتقتها فطلعت لك اف سي، ال 5 تي اشتقتها فطلعت لك كي اف اي ام كوزاين اللي هي كي اف في المسج يعني اوكي. طيب هي الناحيه الثانيه في الفيز كنا بنقول ان احنا هتبقى اف سي بلس كي ام اي اف اي ام اف ام في الساين، انت لما كنت هتيجي هنا تشتق المسج كوزاين بتاعتها هتبقى ساين، واللي جوه المسج ده اللي هو اوميجا ام هيطلع بره ماشي على 2 باي فيبقى اف ام، عشان كده بقت كي اف سوري كي بي في الاي ام في الاف ام في ساين اوميجا ام تي. طيب بعد كده كنا بنعرف حاجه اسمها فريكونسي ديفيشن اللي هو الكارير فريكونسي هيتغير فين، يعني هنتحرك حوالين الكارير فريكونسي قد ايه ماشي، الكارير فريكونسي ده هيبقى فيه ديفيشن قد ايه ماشي. فالدلتا اف هنا كانت هتبقى بتساوي كي اف في الاي ام اوكي. ان احنا زي ما احنا شايفين كده الاف هي الاف سي بلس كي اف اي ام مضروبه بقى في الكوزاين ماشي عماله تتغير، فالدلتا اف هنا هتبقى كي اف في الاي ام. بعد كده الناحيه الثانيه هنا الدلتا اف هتبقى زي ما احنا شايفين كي بي في اي ام في اف ام. بعد كده عرفنا البيتا اللي هي كانت مهمه جدا، بنقول ان هي هتبقى الدلتا اف على اف ام ريليشن الفريكونسي ديفيشن على المسج فريكونسي اوكي. فهتبقى هنا كي اف في الاي ام على اف ام
وهنا هتبقى برضو لما تقسم على اف ام فيبقى كي بي في ام. طيب بعد كده كنا عملنا جنراليزيشن بقى للكلام ده، يعني احنا خرجناه من السنجل تون وعملنا له جنراليزيشن. فكنا قلنا ان انت جنرالي لو عايز تتعامل مع اي سيجنال في الدنيا، يعني مش لازم تبقى المسج بتاعتك سنجل تون. فكنا قلنا ان الاف ام هيبقى بدل منها اكبر فريكونسي في المسج اللي هي الباند ويث بتاعها، تمام؟ يعني انت عندك المسج بدل ما هي سنجل تون تلف الفريكونسي، ماشي، هي حاجه ماشي بتشغل حيز من فريكونسي وات ايفر، ماشي. فانت هتاخد الباند ويث بتاعها اللي هو اكبر فريكونسي فيها وهتحطها مكان الاف ام في القانون، اوكي ماشي. فهيبقى الاف ام هناخد ايه؟ الدبليو اللي هي المسج باند ويث. طيب والاي ام هي برضه مش شرط المسج يكون ليها كونستنت امبليتيود، يعني سنجل تون ده كونستنت امبليتيود وفريكونسي، مش شرط يكون ليها سنجل كونستنت امبليتيود، تمام؟ فلو فيها امبليتيود بيتغير فكنا برضه بنحط مكان الاي ام اكبر امبليتيود في المسج، اوكي. واكبر امبليتيود في المسج احنا هنا هنعبر عنه في القوانين بتاعه النويز دلوقتي، هتلاقوه ان هو هيبقى روت البي، روت الباور بتاعه المسج، تمام؟ احنا كنا دايما بنقول ان هي الباور بتاعه المسج كنا بنقول عليها بي، ماشي. فهو هنا لما هنيجي نشيل الاي ام ونحط اكبر امبليتيود في المسج، تمام، الماكسيم بتاع ام اوف تي، ماشي، فهي هتبقى ذات نفسها سكوير روت بي، اوكي. طيب كنا ساعتها بنشيل بنقول بدل البيتا، ماشي، كنا بنسمي البيتا دي ديفيشن ريشيو، ماشي. البيتا اللي هي موديريشن اندكس كنا بنغير اسمها موديريشن اندكس في حاله السنجل تون، كنا بنغير اسمها في حاله الجنرال مسج كنا بنسميها ديفيشن ريشيو. يبقى كي اف في ام اوف تي ماكسيمم على دبليو، وهنا تبقى كي بي في الماكسيمم ام اوف تي. اخر حاجه ان احنا كنا قلنا لو عايزين نجيب بقى الباند ويث بتاع المسج، ماشي، احنا كنا دايما مهتمين المسج اللي انت هتعمل لها موديريشن دي لما هتيجي تبعتها هتشغل قد ايه حيز من الفريكونسي، عشان لو عايز تحط جنبها سيجنالز ثانيه او حاجه زي كده، ماشي، فهي الباند ويث بتاعها هيكون قد ايه، تمام. فطبعا كان عندنا نارو باند ووايد باند، ماشي، كنا درسنا الاول النارو باند لوحده وقلنا ان هو الباند ويث تقريبا بتاعه هيبقى 2 اف ام اللي هو كان بيبقى فيه البيتا صغيره، تمام. وبعد كده كنا درسنا الوايد باند، الوايد باند ده هو كان ليه الريليشن دي اللي هي 2 اف ام في 1 بلس بيتا حاله السنجل تون، او 1 بلس دي في حاله اللي مش سنجل تون، اوكي. فافتكرنا كده يا جماعه شويه، ماشي، الريليشنز كانت بتبقى عامله ازاي والباند ويث كنا بنطلعه ازاي، ده سمري وفلوس كده للموضوع ده. طيب هنا بقى لو عايزين نطبق قصه النويز على الكلام ده، فالمفروض ان الريسيفر الديموديليتور يعني بتاع الاف ام، احنا كنا درسناه كان عندك دايركت ميثود وان دايركت ميثود، صح، ماشي. فالان دايركت ميثود مش هندخلها معانا هنا، اللي كان فيها الفي سي او كده، هنشوف لو احنا كنا دايركت ميثود. طيب دايركت ميثود كانت ايه؟ هو مفيش اي حد في الناس مجمعه اللي انا بقوله ده ولا انا ما يعني وشوشكوا عليها علامات غريبه جدا، تمام. يعني انت ان شاء الله مجرد ما هترجع تبص على الكلام ده بسرعه هتفتكره يعني، اوكي. فالمهم يعني ان الديموديليتور بتاع الاف ام سيجنال كان بيبقى كان بيبقى في دايركت ميثود دي كانت بتعتمد ان هو كان بيقول لك بمنتهى البساطه انا عايز بلوك معين يطلع لي سيجنال بتتناسب مع الفريكوانسي. تقول لي فريكوانسي ولا فيز؟ احنا هنا هنتكلم على الاف ام، ماشي. احنا دلوقتي عندنا قلنا اف ام وبي ام، اوكي. لو تفتكروا كنا قبل كده كنا ركزنا قوي بالذات على الاف ام، كان هو ده اللي احنا التركيز الاساسي بتاعنا عليه، كان على الاف ام مش على البي ام، اوكي. كنا هو اللي احنا بندرس له الموديليتورز والديموديليتورز بتاعته كده، تمام. وهنا برضو في النويز هنركز عليه اساسا، وهناخد البي ام في مساله في الشيت يعني، اوكي. هيبقى انا دلوقتي مركز على الاف ام، اوكي، وبعد كده هرجع للبي ام كمان شويه. طيب الاف ام كان الديموديليتور بتاعه بالدايركت ميثود، ماشي، بالدايركت ميثود كان ان هو قال لك انا عايز بلوك معين بيتناسب مع يطلع لي يعني الاوتبوت بتاعه يكون حاجه بتتناسب مع الفريكونسي، اوكي، ماشي. ليه؟ لان الانفورميشن بتاعتي اللي انا عايز اخدها موجوده جوه الفريكونسي بتاع الموديليتد كارير اللي داخل على البلوك ده او الديموديليتور ده، اوكي. وكنا قلنا ان ابسط حاجه بتطلع لي حاجه بتتناسب مع الفريكونسي هي الديفرنشيتور، يبقى بلوك معين بيعمل لي ديفرنشيتور، تمام. فلو يعني اللي احنا كنا اخدناه قبل كده ما كانش سيجنال من البلوكات اللي هي اللوكس فلتر والفلترز والليمتر، ماشي، هو كان الديسكريمينيتور ده، تمام. الديسكريمينيتور اللي هو ديفرنشيتور بلس انفلوب ديتكشن،
طب ازاي؟ انا مش مقتنع، اقنعني كده ان انا عن طريق الديسكريمينيتور ده هعرف اكستراكت السيجنال من الاف ام سيجنال، من الاف ام موديليتد سيجنال يعني. مش الاف ام هي اي سي كوزاين اوميجا سي تي بلس 2 باي كي اف في انتجريشن المسج. اوكي طيب، لو احنا دخلناها على ديفرنشيتور، ماشي، دخلنا الكلام ده على ديفرنشيتور، فكان هيطلع لك اي سي في ساين، وبعد كده في مشتقه اللي جوه اللي هو اوميجا سي بلس 2 باي كي اف مشتقه انتجريشن المسج هي المسج. اوكي هيبقى انا طلعت المسج بره اهي. اوكي وبعد كده كنت بعديه على انفلوب ديتكشن عشان اخد الانفلوب ده بس. اوكي عشان اخد الجزء ده بس اللي هو الانفلوب، تمام. فلو انت دلوقتي اخدت الانفلوب ماشي وخلاص، ما فيش الساين دي، فالانفلوب خلاص هي جواها المسج دي، تعرف بقى ايه تشيل الجزء بتاع يعني تعرف ان انت تنزلها بعد كده على البيس باند، ما فيش مشكله. ماشي هي اوريدي كده خلاص، هي اي سي قصدي تعرف تشيل الترمات الثانيه دي، هي كده نزلت على البيس باند وانا قلت لها انفلوب ديتكشن، تعرف ايه تشوف المسج عامله ازاي. طيب فيبقى احنا كده اقتنعنا ان الديسكريمينيتور ده بيعرف يدي موديليت الاف ام سيجنال. طيب ايه البلوكات الثانيه دي؟ قال لك دي بقى زياده، دلوقتي بلوكات زياده احنا حطيناها علشان النويز بالذات، تمام. ايه هي؟ قال لك في الاول، قبل في الاول خالص، في باند باس فلتر. الباند باس فلتر ده علشان اخد السيجنال من بقيه الفريكوانسي سبيكترم بتاعي، صح؟ طيب لما باخدها الباند ويث بتاع الفلتر ده بيكون ايه؟ ماشي، اللي هو مثلا هسميه بي تي. الباند ويث اللي انا هاخد بيه هيكون ايه؟ البي تي ده انا هحددها على اساس ايه؟ او هحطه بقيمه ايه؟ هحطه بقيمه الباند ويث بتاع كارسون رول ده، ماشي، الباند ويث بتاع الاف ام سيجنال احنا كنا بنجيبه بالكارسون رول ده، وكان فيه جرافس لي وحاجات زي كده، تمام. فيبقى انت دلوقتي هتعديها في الاول على باند باس فلتر بباند ويث معين اسمه بي تي. الباند ويث ده هو الباند ويث بتاع الاف ام سيجنال اللي انت كنت بتحسبه من هنا. اوكي طب هتقول لي ده اكبر من المسج باند ويث، اقول لك اه ماشي، اصبر بقى ازاي ان احنا في الاخر هنكستراكت المسج. اوكي بس احنا مبدئيا دلوقتي تمام، احنا خدنا باند باس فلتر بباند ويث اكبر من المسج باند ويث، مفيش مشكله. ليه؟ لان احنا خلاص المهم ما يبقاش اصغر، عشان المهم ان مفيش حاجه من المسج تضيع يعني، تمام. طيب بعد كده هعديه على ليميتر. ليه الليميتر ده بقى؟ ان احنا دلوقتي اتفقنا ان المسج اللي جايه لي مجموعه عليها نويز، تمام. النويز دي بيبقى ليها امبليتيود وفيز، تمام. فهي هتغير لي، هتعمل لي راندوم فاريشنز يعني في الامبليتيود والفيز بتاع الموديليتد سيجنال اللي جايه، تمام. الفيز هو اللي جواه المسج، هشوف ازاي هيكستركتها دلوقتي. طيب الامبليتيود المفروض ان هو ثابت، هو كان اي سي، صح؟ يعني المفروض ان الامبليتيود الداخلي هنا ده يكون كونستانت امبليتيود اللي هو الاي سي، تمام. لما بقى في راندوم فاريشنز نتيجه الان اوف تي دي، ماشي، فانا هبقى عايز اسبريس الراندوم فاريشنز دي عشان ما تعمليش ازعاج. اوكي عشان كده بعديها على الليمتر. يبقى البلوك اللي هو اسمه ليمتر ده علشان يسبريس الامبليتيود فاريشنز. الكلام اللي انا بقوله ده مش موجود في السلايدز، اوكي، يعني موجود شويه في سوليد ايكويشنز بس هي مش متوضح قوي هي البلوكس دي بتعمل ايه. هو الليمتر ده هدفه ان هو يشيل الامبليتيود فاريشنز اللي جايه في النويز على يعني الامبليتيود فاريشنز اللي على الكونستنت امبليتيود اللي اسمه اي سي. طيب هتلاقي الكلام ده موجود في سوليد ايكويشنز كده، تمام. هتلاقي ان هو يعني مسك الامبليتيود بتاع الاكس اوف تي اللي هي اللي جايه هنا دي، تمام، وحطها في صوره ان فيز وكوادريتشر، وبعد كده قال لك ان انا نتيجه ان انا هعديها على ليميتر فالان فيز والكوادريتشر دول هيطيروا وهيتفضل لي الكارير بس، الموديليتد كارير بس. اوكي فالايكويشنز اللي هنا دي انا مش كاتبهم، اوكي، هي مالهاش لازمه قوي يعني دلوقتي معايا وانا بحسب الاس ان ار او سي والفيجر اوف ميريت، عشان كده ما كتبتهاش هنا. بس انت ايه عشان تبقى عارف وانت بتقرا السلايدز ما تبقاش تايه يعني، ماشي. هتلاقي ان هو كاتب لك في الاول الايكويشنز ان تيرمز اوف ان فيز وكوادريتشر نويز، تمام. الحاجات اللي هي ان تيرمز اوف ان فيز وكوادريتشر نويز دي هدفها ان انا اشوف الامبليتيود فاريشنز مش الفيز فاريشنز، والامبليتيود فاريشنز دي بعد كده هتروح بالليميتر، انا مش مهتم بيها قوي، مش هتخش معايا في حسابات الاس ان ار يعني، تمام. طيب بس موجود عندكم في السلايد. بعد كده هعدي على الديسكريمينيتور، تمام، هو ده البلوك الرئيسي بتاعي، وهشوف هيعمل لي ايه في النويز، ماشي، دلوقتي عشان احسب الاس ان ار. طيب اللو باس فلتر بقى اللي في الاخر، اللو باس فلتر اللي في الاخر هدفه ان هو قال لك انا لما جيت فلترت النويز في الاول خدت بباند ويث معين هو بتاع الموديليتد كارير، تمام، هو اكبر من المسج باند ويث بشويه، صح، تمام. ف لما جيت في الاخر، ماشي، بعد الدي موديليشن، بعد ما نزلتها على البيس باند يعني عن طريق الديسكريمينيتور ده، فانا بقى معايا شويه نويز زياده على الباند ويث بتاع السيجنال،
يعني انا عندي باند ويث بتاع السيجنال ماشي حاجه صغيره كده في البيس باند اوكي، واللي بره ده انا مش مستفيد منه حاجه، بس مش هينفع اسيبه لان هو برضه عامل لي ضرر. ليه؟ لان هو في شويه نويز. فاللو باس فلتر ده هدفه ان هو يسبريس الاوت اوف باند نويز، تمام؟ يعني النويز اللي هي موجوده في الباند ويث الزياده عن المسج باند ويث انا بشيله. اوكي، هنشوف الكلام ده بالرسومات دلوقتي، بس هو مبدئيا ده الغرض من البلوكس دي. يبقى الديسكريمينيتور ده احنا خدناه قبل كده، الباقيين دول اضافه علشان النويز اللي هو الليمتر واللو باس. طيب عايزين نحسب بقى السيجنال تو نويز ريشيو. فمبدئيا السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت الشانل اس ان ار سي سهله جدا. ليه؟ الدي موديليتد سوري الموديليتد سيجنال باور نعرف نجيبها ازاي؟ ماشي، هي اي سي في كوزاين اللي احنا شايفينها دي، فالباور بتاعتها هي اي سي سكويرد على 2. اوكي، مفيش اي مشكله. طيب اللو باس فلتر نويز في المسج باند ويث خلاص دي الباور بتاعتها ثابته ما فيهاش حاجه، اللي هو ان نوت على 2 في 2 دبليو ب دبليو ان نوت، نفسها اللي احنا كنا قايلينها قبل كده اللي هي اللو باس فلتر نويز، تمام؟ فلسه ان ار سي هي اي سي سكويرد على 2 دبليو نوت، ما فيش اي مشكله، تمام؟ وزي ما قلنا احنا عاملينها اساسا علشان نبقى واحنا بنقارن ما بين السيستمز المختلفه موحدين المسج، ماشي؟ يبقى كأن كلهم ليهم نفس المسج باند ويث وباور. طيب نخش بقى على الاس ان ار اوت. طيب الاس ان ار اوت عشان نحسبها قال لك ان انا هعبر عن النويز بقى بالامبليتيود والفيز ريبريزنتيشن اللي هي ار اوف تي وفاي اوف تي بساي اوف تي سوري ماشي ار اوف تي وبساي اوف تي، تمام؟ اللي احنا كنا بنقول ان النويز هي ار اوف تي كوزاين اوميجا سي تي بلس بساي اوف تي، وكنا بنقول ان الار اوف تي دي هي ان اي كوزاين اوميجا سي تي بلس ان كيو ساين سوري اسف الار اوف تي دي اللي هي الامبليتيود، تمام؟ اللي هي ان اي سكوير بلس ان كيو سكوير، ماشي؟ والبساي اوف تي هي تان ماينس 1، تمام؟ ده اللي احنا كنا قلناه الترم الاولاني يعني، وراجعنا عليه برضه في اول سيشن. طيب من هنا بقى، تمام؟ من هنا انا يهمني ايه في الكلام ده كله؟ الامبليتيود ولا الفيز؟ يهمني الفيز، تمام؟ ليه؟ لان الفيز ده هو اللي هيطلع لي كمان شويه في الديسكريمينيتور بره، ماشي؟ وهو ده في هو ده اللي هيفضل لي في الاخر، الفيز هو اللي هيفضل لي في الاخر مش الامبليتيود، تمام؟ فعلشان احسب الفيز بقى، تمام؟ الحته دي بقى دي ركزوا فيها عشان مش هتفهموها من السلايدز لوحدها يعني. ان هو قال لك علشان احسب عشان احسب الفيز بتاع المسج دي او بتاع الدي موديليتد كارير يعني بعد الديسكريمينيتور، تمام؟ هحتاج ان انا اخش على الفيزر دايجرام ده. انا دخلت ليه؟ علشان انا عايز احسب بعد الديسكريمينيتور النويز اللي هتبقى في الفيز. ليه؟ لان الفيز ده بالديسكريمينيتور هيطلع لي بره وهو اللي هيفضل لي في الاخر بعد الايه؟ الانفلوب ديتكشن. بعد الانفلوب ديتكتور الترم ده ماشي الترم ده اللي هو هيفضل لي في الاخر بعد الدي موديريتور هو اللي انا عايز اشوف افكت النويز عليه. الترم ده هو جوه الفيز هنا صح؟ ماشي؟ فانا عايز اعرف الفيز بتاع الاكس اوف تي ده عامل ازاي قبل الدي موديريتور. الفيز بتاع الاكس اوف تي علشان الفيز بتاع الاكس اوف تي ده هو اللي هيطلع لي بره وهو اللي هيبقى ايه؟ فيه النويز بعد كده وهو اللي انا هحسب منه السيجنال تو نويز ريشيو. طيب فالفيز بتاع الاكس اوف تي ده المفروض ان هو كان كوزاين اوميجا سي تي بلس 5 تي، ماشي؟ فالفيز كان هو كان 5 تي ماشي زياده على يعني الترم ده لوحده كده، ماشي؟ كان عباره عن لو ده كده الاكسس بتاع الكوزاين، ماشي؟ فكانت الاي سي يعني كان المفروض ان هو ليه امبليتيود اي سي، الكارير لوحده كده كان ليه امبليتيود اي سي، تمام؟ وليه فيز 5 والفاي دي هي اللي جوه المسج ده كده من غير النويز. طيب لما ضفنا بقى عليه النويز قال لك ان انا علشان احطه في الفيزر دايجرام، تمام؟ فلففت الفيزر ده شويه، تمام؟ لففته كده نزلته لتحت بحيث خليت ان الاكسس بتاعي ماشي الاكسس بتاعي هنا ده هو الاي سي، يعني فاهمين؟ خليت الاي سي ده هو الاكسس الافقي بدل ما كان الاكسس الافقي كان كوزاين، اوكي؟ ماشي بدل ما كان الاكسس الافقي كوزاين خليته هو الاي سي، تمام؟ كان الكوزاين حاجه تحت كده. طيب وبعد كده المفروض ان الار هي كوزاين اوميجا سي تي بلس اكس اي اوف تي، تمام؟ فالفيز بتاعها هيبقى الابساي اوف تي، تمام؟ فبقى هنا عشان ارسمه هرسم الاي سي كده وهرسم الار اوف تي بعدها المجموعه يعني هرسم الار اوف تي بفيز اللي هو الابساي اوف تي. طيب
فهنا بقى ماشي بقى الفيز اللي هنا اللي مع الافقي ده هو ايه؟ هو ايبسايل تي ناقص 5 تي، لان المفروض ان الايبسايل تي دي كانت مع الاكسس بتاع الكوزاين، اوكي؟ وانا هنا لففت الاكسس بتاع الكوزاين ده بقيمه فاي، فبقى الزاويه اللي هنا دي هي ايبسايل تي ناقص 5 تي، تمام؟ طيب والزاويه اللي هنا وبعد كده هنا رسمت ده الريزلتنت، اوكي؟ فلما هاجي احسب الزاويه بتاعه الريزلتنت اللي هي الثيتا اوف تي اللي هي الفيز بتاع الاكس اوف تي على بعضها يعني، اوكي؟ فهيبقى برضو الانجل اللي هنا دي هي ثيتا اوف تي ناقص 5 تي، بقى كل حاجه يعني ريليتد لل 5 تي، تمام؟ فعشان كده تلاقوا ان انا الفيزر دايجرام اللي انا رسمه ده هو اي سي وار اوف تي، بس هنا الزاويه بتاعه الار اوف تي مع الافقي هي ساي ناقص الفاي، والزاويه بتاعه الريزلتنت اللي هي الثيتا اللي انا عايزها هي برضو ثيتا ناقص فاي، اوكي؟ تمام يا جماعه؟ فاهمين حاجه؟ ماشي. طيب عايز اجيب بقى ايه الثيتا اوف تي دي، ماشي؟ فقال لك الثيتا ناقص الفاي اللي هي الزاويه اللي هنا دي هي تان ماينس 1 كام؟ المفروض ان انا عايز احسب الراسي على الافقي، ماشي؟ فالراسي ده هو ار اوف تي ساين الزاويه دي اللي هي ساين ناقص فاي، ماشي؟ فبقى الراسي هو ار اوف تي ساين ساين ناقص فاي على الافقي اللي هو اي سي بلس ار اوف تي كوساين ساين ناقص فاي، تمام؟ علشان كده بقت ايه الزاويه؟ هي تان ماينس 1 الكلام ده، تمام؟ هتلاقي بقى هنا من اول الجزء ده برضك هختلف انا شويه عن الابروتش اللي في السلايد. هتلاقي الابروتش اللي في السلايد ان هو هتلاقي ان هو عامل لك اسامبشن، ماشي؟ مسميه اسامبشن 1 كده، وبعد يعني عامل بيه شويه حاجات هنا، وبعد كده بيشتق التان ماينس 1، تمام؟ احنا بعد كده بعد ما بنطلع الفيس ده احنا هنشتقها علشان نشوف تاثير الديسكريمينيتور عليها، ماشي؟ ما مش الديسكريمينيتور ده هو الديفرنشيتور، اوكي؟ فاحنا المفروض ان احنا بعد ما نجيب الفيز بتاع الاكس اوف تي هنشوف الديفرنشيتور هيعمل فيها ايه، اوكي؟ طيب فهو هنا لما دخل يشتق اشتق التان ماينس 1، وبعد كده عمل اسامبشن سماه اسامبشن 2، بسط له الدنيا شويه، تمام؟ هو الحقيقه في يعني اتجاه تاني كده الناس بتعمله في الاثبات اللي هنا بيوصل لنفس النتيجه برضو اسهل، ماشي؟ فعشان كده احنا هنعمله هنا، ان احنا هنعمل الاسامبشن 2 الاول، تمام؟ علشان يخلصنا من التام ماينس 1. طب ايه الاسامبشن ده؟ ان الاي سي اكبر من ار اوف تي بكتير، اوكي؟ ماشي، ده اسامبشن احنا عاملينه ان الاي سي اكبر من الار اوف تي بكتير، الامبليتيود بتاع الكارير يعني اكبر من الامبليتيود بتاع النويز اللي هتبقى موجوده عندك، اوكي؟ طيب فساعتها هيبقى اللي جوه التام ماينس 1 ده حاجه صغيره قوي، لما اللي جوه التام ماينس 1 حاجه صغيره بن ايه؟ بنعرف يعني بنقول ان اللي جوه التام ماينس 1 تقريبا هو ذات نفسه التام ماينس 1 ثيتا، يعني هي ذات نفسها ثيتا، تام ماينس 1 اكس هي اكس، اوكي؟ فيبقى هنا الترم ده هيبقى ثيتا اوف تي هي 5 تي بلس ار اوف تي ساين على الاي سي، برضه شلت الترم اللي هو مع الاي سي ده لان الار اوف تي اصغر بكتير من الاي سي، فعرفت اطيره، اوكي؟ طيب يبقى الاسامبشن ده انا عملته ليه؟ علشان اطير الجزء اللي جوه التام ماينس 1. لما هتيجوا تقروا السلايدز هتلاقوا اختلاف شويه، ماشي؟ في الاثبات هو التام ماينس 1 دي بيخليها معاه وبيشتقها، وبعد كده بيابلاي الاسامبشن ده، هي هنوصل احنا في الاخر احنا الاثنين لنفس النتيجه، بس ده اسهل لي علشان لما اشتق ما اشتقش التان ماينس 1، اوكي؟ فعشان كده انا قلت ان اللي جوه التان ماينس 1 حاجه صغيره، يبقى هو اللي جواها هو ذات نفسه جواها، فعرفت اطير التان ماينس 1، وبرده عرفت الترم اطير الترم اللي مجموع على الاي سي تحت، تمام؟ وبعد كده بنسمي الزاويه اللي هي اسمها سايت تي ناقص 5 تي بنسميها الفا اوف تي، اوكي؟ يعني هي الالفا دي هي ساي ناقص 5، رمز تاني بس يعني، تمام؟ طيب لسه كده الاناليسز المفروض ان هو مكمل، تمام؟ لسه يعني ما طلعناش الثيتا اوف تي دي، ما خلصناهاش، ولسه هنعديها على الديفرنشيتور، فكمل بس عشان الصوره. نكمل بقى الاناليسز بتاعنا، احنا هنا كنا وصلنا لايه اخر حاجه؟ ماشي، الحته دي اللي هي اللي انا ما مسحتهاش. ركزوا طيب معايا يا جماعه علشان يعني ان شاء الله لما تبقوا تذاكروا الحته دي برضو يبقى يعني يمكن الكلام اللي انا بقوله ده هيسهل عليكم حاجات. طيب فاحنا بنقول ان وصلنا في الاخر ان انا ماشي بجيب الفيز بتاع الثيتا اوف تي، ليه؟ لان انا عشان اجيب السيجنال تو نويز ريشيو بتاع الدي موديليتد سيجنال انا هلاقي الحقيقه ان انا ماشي مهتم بالفيز، لان الفيز ده هو اللي هيطلع لي بره، او اكشوالي مشتقته هي اللي هتطلع لي بره، تمام؟ فانا مهتم قوي ان انا اجيب الفيز بتاع الاكس اوف تي علشان اجيب المشتقه بتاعته
علشان من المشتقه بتاعته دي، المشتقه بتاعت الفيز هي الحاجه اللي هتطلع لي في الاوتبوت، فهي اللي انا هجيب منها سيجنال ترانزليشن، هي اللي انا هجيب منها الديموديليتد سيجنال باور يعني والنويز باور برضه. تمام. طيب فكنت ماشي بجيب الفيز، فجيت اجيب الفيز بتاع الاكس اوف تي. تمام. فرسمت الفيزر دايجرام وجبته من التام ماينس 1 وعملت ابروكسيميشن ان اللي جوه التام ماينس 1 صغير فشلته، شلت التام ماينس 1 يعني واتفضل لي الجزء اللي جوه. طيب بعد كده في عندي اسامبشن تاني. ايه الاسامبشن تاني؟ ان الالفا اوف تي اللي هي هناك هي ابساين اس 5 تي، قال لك ان هي يونيفورملي ديستريبيوتد واندبندنت من الام اوف تي والار اوف تي. تمام. هي يعني برضو واخده نفس الديستريبيوشن بتاع الجاوسيان ديستريبيوشن اللي هو بتاع الان والان اي والان كيو والحاجات دي كلها. تمام. وكمان هي اندبندنت من الام ومن الار. فساعتها هينفع ان انا اشيل ار اوف تي ساين الفا اوف تي واحط مكانها ان كيو اوف تي. تمام. هي اصلا ان كيو اوف تي كانت ايه؟ كانت ار اوف تي ساين ابساي اوف تي، صح؟ كانت ار اوف تي ساين ابساي. تمام. طيب فقال لك ان انا الار اوف تي ساين ابساي ليها نفس الديستريبيوشن بتاع ار اوف تي ساين الفا اللي هي ابساي ناقص فاي يعني. تمام. نتيجه الاسامبشن اللي احنا عاملينه ده. اوكي. فبالتالي اقدر اقول ان ثيتا اوف تي بقى ريليشن هي بتاعتها هي فاي اوف تي بلس ان كيو اوف تي على اي سي. تمام. بلس ان كيو اوف تي على اي سي. تمام. والحقيقه الفيز بتاع الاكس اوف تي ده بقى يصلح للاثنين، للاف ام وللبي ام. اوكي. ده الاف ام والبي ام. تمام. طيب نكمل دلوقتي في الاف ام ونشوف البي ام بعدين. طيب الاف يعني اقصد ان مفيش حاجه في الاناليسز اللي احنا عملناها دي تقول ان انا اف ام ولا بي ام. تمام. انا بشوف الفيز اللي جوه ده ان ترمز اوف فاي. الفاي دي بقى بتختلف ما بين البي ام والاف ام، هل هي انتجريشن المسج ولا هل هي المسج ذات نفسها. اوكي. فانا لغايه دلوقتي الفاي دي بالنسبه لي سايبها كده. اوكي. فيبقى اذا ده الثيتا دي هي الفيز بتاعت الاكس اوف تي سواء انا عامل اف ام سيجنال او بي ام سيجنال. طيب ساعتها بقى ال V of T اللي هو ال V of T ده اللي هو بعد الديسكريمينيتور، ماشي، اللي هو الديموديليتد سيجنال بقى. تمام. الديموديليتد سيجنال قبل الفلتر دي يعني هي 1 على 2 باي دي ثيتا باي دي تي. تمام. ليه؟ لان احنا قلنا ان انا الاوتبوت في الاخر بتاعي هو الفريكونسي اللي هو 1 على 2 باي مشتقه السيجنال زي ما انا لسه عامل هنا كده، صح؟ مش انا دلوقتي هنا عملت اشتقيت الكوزاين دي فطلع لي الكلام ده بره. اوكي. وبعد كده المفروض ان انا اخد الانفلوب ديتكشن فاخد المشتقه بس، ماشي. وعلشان احنا بنتكلم لو احنا هنتكلم على اوميجا، ماشي، فيبقى هي دي ثيتا باي دي تي. تمام. لو احنا هنتكلم على فريكونسي فيبقى هي 1 على 2 باي دي ثيتا باي دي تي. اوكي. طيب فاحنا هنا هنتكلم على فريكوانسي فهنقول ان الفي اوف تي هي 1 على 2 باي دي ثيتا باي دي تي. تمام. طيب فهي هتبقى بتساوي الكي اف ام اوف تي، ماشي. لو جينا بصينا هنا كده قسمنا الترم ده اللي هو الاوتبوت بتاعي على 2 باي فهيتفضل لي الكي اف ام اوف تي، ماشي، بلس 1 على 2 باي اي سي دي ان كيو باي دي تي. تمام. يبقى احنا هنا 1 على 2 باي دي ثيتا باي دي تي ال 5 تي حتى احنا كنا قايلينها من شويه ان هي 2 باي كو اف كي اف في انتجريشن مسج. تمام. فهيبقى بتفضل لي من المشتقه بتاعتها كي اف في الام اوف تي. تمام. بلس هنا 1 على 2 باي اي سي في دي ان كيو باي دي تي. تمام. طيب فالمسج باور سهله. تمام. يعني احنا هنا خلاص ده الاوتبوت بتاعي يا جماعه، ماشي، ده الاوتبوت بتاعي ناقص لي فلتر بس هنشوف هعمله كمان شويه. تمام. فالمسج باور دي سهله اللي هي كي اف سكوير بي. اوكي. المسج باور سهله اللي هي كي اف سكوير بي. طيب النويز باور بقى، ماشي، عايز اجيب النويز بتاعي 1 على 2 باي دي ان كيو باي دي تي. تمام. طيب على عايز تجيب الباور بتاعت الترم ده بس ولا عايز تجيب الباور بتاعت الترم ده بعد لو باس فلتر؟ بعد لو باس فلتر. طيب عشان اشوف الفلتر هيعمل ايه في الترم ده قال لك ان احنا هنروح الفريكوانسي دومين، يعني هو اسهل ان انت تشوف الفلتر ده بالنسبه لك هو لو باس فلتر، يعني بيفضل لك جزء من الفريكوانسي. فخلينا نشوف كده، خلينا نشوف الترم ده هو عامل ازاي في الفريكوانسي دومين ونفلتره. فيعني عامل ازاي في الفريكوانسي دومين؟ يعني هنعمل له فري ترانسفورم. فانت المفروض ان كيو اوف تي نعملها فري ترانسفورم يطلع لك ان كيو اوف اف، ماشي، اللي هي الفريكوانسي دومين بتاع الان كيو. طيب لو هتعمل لها بقى لو هي مشتقه، لو هي دي ان كيو باي دي تي، ماشي، فانتوا عارفين ان المشتقه بتضرب في ايه؟ في جي اوميجا، فبقت جي اوميجا على 2 باي اي سي ان كيو اوف اف. اوكي. اللي هي جي اف على اي سي ان كيو اف اف.
فمن الاخر كده البي اس دي بتاعه النويز اللي خارجه دي من قبل الفلتر، من قبل الفلتر هفلترها، هي الاس ان كيو اللي انا المفروض عارفها مضروبه في اف سكوير ده على اي سي سكوير. اوكي طيب، فالاس ان كيو اللي انا عارفها هي ان نوت من نيجاتيف بي تي لبي تي، سوري اسف، من نيجاتيف بي تي على 2 لبي تي على 2. تمام، ليه؟ لان انا افترضت ان الباند باس فلتر ده الباند ويث بتاعه هو بي تي، انا قلت ان انا الباند باس فلتر بتاعي هو بي تي، انا هاخد فلتر ببي تي. قبل كده في الاي ام كنت بفلتر ب 2 اوميجا، فعشان كده كان هيطلع لي من نيجاتيف اوميجا لاوميجا او من 2 دبليو، فيبقى من نيجاتيف دبليو لدبليو. انما هنا انا بفلتر ببي تي، هو فرض ان هو بي تي، هو من نيجاتيف بي تي على 2 لبي تي على 2. وليه بي تي؟ علشان قلنا ده يعني ايه البي تي ده؟ قلنا ده الفريكوانسي بتاعه الموديليتد كارير، الموديليتد اف ام سيجنال اللي كنا بنجيبها من كارسون نول 2 اف ام في 1 بلس بيتا. طيب لما هضربها في اف سكوير على اي سي سكوير ده هيطلع لي ايه؟ حاجه بارابوليك بالمنظر ده، صح؟ من نيجاتيف بي تي لبي تي برضه، الكلام ده مضروب في اف سكوير على اي سي سكوير. بعد كده هدخلها بقى على لو باس فيكتور بي تي على 2، سوري ماشي، من نيجاتيف بي تي على 2 لبي تي على 2. اتاكد منها برضه. طيب من نيجاتيف بي تي على 2 بي تي على 2. طيب بعد كده انا هفلترها بقى بالمسج باند ويث اللي هي ايه؟ اللي هي دبليو. اوكي؟ هي من نيجاتيف دبليو لدبليو، فكاننا ايه؟ هنقص حته كده. اوكي؟ وناخد من نيجاتيف دبليو لدبليو. طيب ايه لازمه اللو باس فلتر ده؟ تمام؟ ان انا في الاول لما كنت معديها على باند باس فلتر كنت مهتم بالفريكونسي بتاعه الموديليتد سيجنال كلها. اللي هي اكبر في اغلب الحالات، يعني اكبر من المسج من المسج باند ويث. اوكي؟ اكبر من المسج باند ويث، مش احنا بنقول ان هي 2 اف ام في 1 بلس بيتا؟ فيبقى هي اكبر من المسج باند ويث. اوكي؟ لما رحت بقى في البيس باند بعد الديموديليشن، تمام؟ الجزء اللي هو الزياده عن المسج باند ويث ده، تمام؟ هو عامل لي مشكله. ليه؟ لان هو في شويه نويز زياده مش عايزها، تمام؟ شويه نويز اوت اوف باند بيسموها، ملهاش اي لازمه بالنسبه لك، صح؟ فعلشان كده احنا بنعديها على اللو باس فلتر اللي في الاخر ده. عشان كده قلت لك اللو باس فلتر ده خاص بالنويز، يعني ده حاطينه عشان النويز. ما كانش موجود عندك في السلايدز بتاعت الاف ام، لو رجعت لها مش هتلاقي الجزء ده موجود في الديمو ديليت. طيب. فيبقى من نيجاتيف دبليو لدبليو. اوكي. طيب فساعتها بقى كده الحمد لله اعرف اجيب النويز باور ازاي؟ هتنتجريت من نيجاتيف دبليو لدبليو اف سكويرد على اي سي سكويرد في ان نوت. عشان هي هنا كانت ان نوت واتضربت في اف سكويرد على اي سي سكويرد. تمام، فده هيبقى كانه هتضرب في 2 من 0 ل دبليو، ماشي. احنا في الاخر بننتجريت اف سكوير، اللي هي تبقى اف كيوب على 3 من 0 ل دبليو، فخلاص شلت الاف كيوب وحطيت مكانها دبليو كيوب. فهيبقى هي دي في الاخر النويز باور، هو ده اللي انا عايزه، وهي دي المسج باور، اقسمهم على بعض فيبقى كي اف سكوير بي على الترم ده. اوكي، فهي دي كده تبقى السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت. تمام، كان معايا من شويه السيجنال تو نويز ريشيو سي، مسحتها هنا، تمام، كانت مكتوبه هنا ومسحتها، اللي هي كانت اي سي سكويرد على 2 دبليو ان نوت. فلما هنقسم الترم ده على اي سي سكويرد على 2 دبليو ان نوت، فيطلع لك الفيجر اوف ميريت هي 3 كي اف سكويرد بي على دبليو سكويرد. اوكي يا جماعه، دي كده الفيجر اوف ميريت بتاعه الاف ام سيجنال، جبناها عن طريق الاناليسيز اللي احنا عملناه ده، ان احنا جبنا الثيتا وبعد كده اشتقناها. طيب ملحوظه هنا بقى مهمه جدا، ماشي، ايه هي؟ النوت اللي تحت دي مهمه، هي ما يغركوش ان هي مكتوبه صغيره كده بس عشان نصبره كويس. ان انا من شويه كنت قايل ان الديفيشن ريشيو هي دلتا اف على دبليو باند ويث، اوكي، اللي هي كي اف في روت بي على دبليو. اوكي طيب، فيبقى اذا الفيجر اوف ميريت بيتناسب مع البي اللي هي بتتناسب مع دي سكوير، يبقى الفيجر اوف ميريت بيتناسب مع دي سكوير. طيب وانا من شويه كنت قايل ان الباند ويث بتاعي هو ايه؟ هو 2 دبليو في 1 بلس دي، ماشي، كان الباند ويث بتاعي هو 2 دبليو في 1 بلس دي. اوكي، فيبقى اذا الباند ويث بتاعي بيتناسب مع الباند ويث، ماشي، فيبقى اذا انا عندي هنا تريد اوف ما بين، لحظه، اه
بالظبط. اه كده تمام، متاكد ان مش غلطان في حاجه. يبقى اذا الباند ويث بتاعي انا عندي تريد اوف هنا ما بين الباند ويث وما بين الفيجر اوف ميريت. ان انت لو حبيت ان انت تزود الفيجر اوف ميريت هتزود الديفيشن ريشيو ماشي، بس على حساب الايه؟ على حساب الباند ويث، لان انت برضو محتاج باند ويث اكبر. اوكي، يبقى اذا احنا هنا عندنا تريد اوف ما بين الفيجر اوف ميريت والباند ويث ماشي. الملحوظه دي مهمه ليه؟ لان احنا بنقول ان ده مش موجود خالص في الاي ام. يعني في الاي ام كان الفيجر اوف ميريت ماشي، مفيش تريد اوف ما بينه وما بين الباند ويث، دي حاجه موجوده في الاف ام بس. اوكي، اخر حاجه لو عايزين بقى نجيب السنجل الفيجر اوف ميريت دي بالسنجل تون ماشي، بالسنجل تون، فساعتها البي هتبقى اي ام سكويرد على 2. اوكي، هيبقى اذا هيبقى 3 على 2 كي اف اي ام سكوير على الاف ام بقى ماشي، على اف ام سكوير برضه اللي هي 3 على 2 بيتا سكوير. اوكي، فتلاقي ان انت الفيجر اوف ميريت للسنجل تون هي 3 على 2 بيتا سكوير. هتلاقي ان هو برضه قايل لك في السلايدز ان انت لو هتقارن ما بينها وما بين الاي ام ماشي، فانت اعلى فيجر اوف ميريت كنت بتجيبه للاي ام كان بيبقى كام؟ كان بيبقى 1 على 3 لو تفتكر ماشي، كان اللي هي ميو سكوير على 2 بلس ميو سكوير ماشي، كان بيبقى تلت. فانت هنا علشان تجيب الفيجر اوف ميريت اللي هو تلت ده هتلاقي ان هو بيقول لك يبقى انت محتاج بيتا كام، فممكن تحسبها يعني، فاهمين؟ ماشي، ان انت تحط دي كده ماشي، فتجيب البيتا اللي هي تقابل الفيجر اوف ميريت الماكسيموم بتاع الاي ام، فيبقى هي دي البيتا اللي انت عايزها علشان الفيجر اوف ميريت بتاعك ما يقلش عن الاي ام. تمام، اي بيتا اعلى من كده تمام، اذا انت كده بتحصل على فيجر اوف ميريت اعلى من الاي ام ولكن على حساب الباندويث. اوكي، البي ام بقى هو هنعمله كمساله في الشيت، هو بسيط ما فيهوش حاجه، انا بنعمله المره الجايه ان شاء الله.